موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أحمد، أنا جيت من سوريا الحبيبة. كنت بسوريا عايش في محافظة اسمها حمص، وكنا بحمص مع أصدقاء اللي كنا أعز من أخوة، وكانت في مدرسة في المدرسة عندنا حسيتها أحسن مدرسة كانت عندنا، وجينا هون وفقدت أعز أصحابي وإخواني وهو أكثر شيء أقاربي. بعدين طلعنا من سوريا على الأردن، وبالأردن عشنا بالأردن تقريبا ما يقارب الأربع سنوات، وعشنا بالأردن وبنينا أصدقاء وبنينا صحبة صالحة وكويسة الحمد لله. وبعدين لما جيت لهون على أستراليا فقدتهم، بس إن شاء الله بشوفهم ناس أحسن منهم ونفسهم إن شاء الله. وفي عندي رسالة بوجهها لأصحابي اللي بسوريا وأصحابي اللي بالأردن، إن شاء الله بعد سنوات أو بعد أشهر، بعد ما نرجع بنشوف بعض، بنلتقي مع بعض، نتكاثف ونكون إيد واحدة ونخلي السلام يعم على المحافظات كلها وعلى الدول كلها.